في هذه لحظة بالضبط، لحظة التواصل، تذكرت، رجعت لي الذاكرة إلى بداية التسعينيات من القرن الماضي. جهالي أول مرة تساهم في تنظيم الجامعة الصيفية في دورتها الثالثة، وصادق المجلس الجهة بجميع مكوناته على المساهمة في تنظيم هذا الملتقى، وأيضا على المساهمة في استمرارية الملتقى في السنوات المقبلة، لأن كان فرصة باش يتلاقوا أبناء وطننا، سواء الشباب والشابات اللي جايين من المهجر، والشابات والشباب اللي كينتسبوا لجامعة عبد الملك السعدي. فهذا الملتقى هو بقدر ما أنه فرصة للشباب والشابات من الخارج ومن الداخل لتبادل التجارب والخبرة فيما بينهم، وأيضا للتعارف، فهو كيساهم هذا النوع من الملتقيات واستمرارية ديالها على ترسيخ ثقافة أو قواعد العيش المشترك ما بين أبناء الوطن الواحد. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيد رئيس جهة طنجة تدوان حسيمة الصديق والأخ العزيز، السيد رئيس جامعة عبد الملك السعدي الأستاذ والصديق والأخ، السادة والسيدات عمداء الجامعات، السادة والسيدات رؤساء مؤسسات التعليم العالي وصفته، جد سعيد أن أكون اليوم معكم لافتتاح هذه الجامعة الصيفية الدورة العاشرة أو النسخة العاشرة. وبغيت في البداية اسمحوا لي نأكد على واحد نقطة أساسية، الجامعة كنعاقب بفضل هذه الشراكة اللي عندنا مع جهة ومع الجامعة. لولا هذه المؤسسات بجوز كنا غنكونوا ربما عاجزين باش نخدموها نظرا للإمكانيات. ولسبب بسيط، في السابق كانت جامعة كدا كان 28 شاب وشابة، الآن عندنا 5 جامعات، انتقلنا من 120 إلى 560 لأن هناك شراكات مع جامعات ومع رؤساء الجهات. نشكر إعطاء انطلاقة للجامعة الصيفية بتطوان النسخة العاشرة واللي كنضموها بشراكة مع الجهة ومع جامعة عبد الملك السعدي. هاد الجامعة عندها هدف أساسي هو ترجمة استراتيجية اللي كتقودها الوزارة في إطار التفاعل مع مغربة العالم. كوننا تنعقدها بشراكة مع الجهة والجامعة دليل على أن كل القطاعات وكل المؤسسات منخرطة في تفعيل هاد الاستراتيجية وليس فقط الوزارة. هناك يؤكد على الدور الاستثنائي الأساسي لمغربة العالم ضمن الرؤية الوطنية. كما كتعرفوا جميع كان هناك اهتمام استثنائي من طرف صاحب الجلالة حفظه الله مغربة العالم، وحضور وتنظيم مثل هذه التظاهرات هو ترجمة لهذا الاهتمام الاستثنائي. الجامعة معناه 120 شاب وشابة اللي كلهم بدون استثناء تزادوا في دول المهجر أو دول الاستقبال، اللي كلهم كيقراو أو قراو في دول الاستقبال دول المهجر، اللي كلهم كيحضروا لأول مرة. ما دام عندنا طلبات كثيرة فما كاينش اللي كيحضر جوج مرات، كلهم كيحضروا لأول مرة، وكنتلقاو طلبات بالمئات والآلاف الطلبات. الرغبة ديالنا هو يكون تفاعل في مجموعة من القضايا، أولا تفاعل
مع المشروع التنموي الكبير اللي تيقودو اللي كتقود واحد الإرادة ملكية قوية باش المغرب يتموقع ضمن الدول الأساسية وضمن الدول الرائدة في قطاعات متعددة. تفاعل كذلك مع المسارات اللي كتعيشها الوحدة الترابية واللي غتخليهم يستوعبوا هاد المسارات ويكونوا قادرين أنهم يدافعوا عليها ويكونوا قادرين على القيام بعملية الشرح والتفسير ما دام أنه سيكون مطالبين في دول استقبال بهذا الشرح والتفسير. كذلك تخليهم كذلك يتفاعلوا مع شبابنا اللي تزاد وعيش في المغرب ما دام أنه أكثر من 50 شاب وشاب باغي يحضر معهم في الجامعة الصيفية ويكون نقاش حول قضايا متعددة ولما لا تفاعل وتواصل. احنا كنعتبروا شبابنا في المهجر شبابنا في دول الاستقبال هما واحد الخزان واحد رأس مال واحد القوة أساسية والاهتمام بها هو اللي خلانا ننتقلوا من جامعة واحدة كما كان في السابق لخمسة الجامعات. ما عندناش إمكانية لكن كنضموها بشراكة مع الجامعات ومع الجهات. الآن عندنا خمسة ديال الجامعات كان 120 مستفيد اليوم احنا أمام 560 مستفيد ولما لا عندنا رغبة وطموح باش غدا نوقعوا اتفاقيات مع كل جهات المغرب 12 جهة ومع كل جامعات المغرب باش ننتقلوا من 500 إلى على الأقل 1000 مشارك ومشاركة. الهدف منه هو هذا اللقاء والتواصل يستمر والهدف منه هو جعل هذه النخبة الشابة المتعلمة أنها تكون مساهمة في المشروع الوطني مرتبطة ارتباط قوي بلادها وفي نفس الوقت قادرة أنها تمثل أحسن تمثيل مغربة العالم ما دام أن المغربي في الخارج هو نموذج أولا في اندماج نموذج في النجاح نموذج في الاستئناس مع كل التحولات وفي نفس الوقت نموذج لمرجعية دينية معتدلة وسطية اللي غيكون مناسبة لنقاشتها مع مجموعة من أهل الاختصاص. ونحن في عز الصراع في البداية أريد أن أطمئن السيد الرئيس على أن هذه الكلمة كتبت بالعقل والقلب. السيد وزير المتدرب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي مكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج والهجرة السيد رئيس جهة خارجة طيبان القصيمة السيد رئيس المجلس المحلي بهلمي السادة العملاء والمدراء السيدات والسادة الممثلين المصالح الخارجية السيدات والسادة الممثلين وسائل الإعلام المحلية والجهوية والمركزية اهتماماتنا بل وعلى رأس قائمة أجندتنا والتماسك بين أبنائنا وبناتنا في الفترة بفضل مؤسسة إمارة المؤمنين والمذهب المالكي السني والعقيدة الشيعية. أعزائنا أبناء وبنات جاليتنا في المهجر لعل من بين وأهم وأبرز ما تتميز به هذه الدورة هذه السنة الجامعة الصيفية هي تزامنها مع حدثين بارزين على المستوى المحلي والدولي. محليا تعتبر أول دورة تحتضنها جامعة المادة تأهيلا لاتفاقية الشراكة المصرح عليها من طرف مجلس الجهة في طوان طنجة القصيمة خلال دورة العادية المعقد بطنجة يوم 2 يوليو الجاري والتي تم توقيعها يوم 26 يوليو الماضي ما بين كل من وزارة المنتدى لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والمكلفة المغاربة المقيمين للخارج وشؤون الهجرة. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو واتساب ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.